وانت بتقعد بقى تتفرج على الحاجات الموجودة فيه وما بتاخدش منك وقت ولا بتاخد منك اي حاجة ولا حتى مجهود، وبيجيب لك برضو فلوس في الاخر وطرق التحويل بتاعت الفلوس احنا شرحناها. الموقع ده يا جماعة بيدعم بقى الميزة اللي فيه، بيدعم بيبال، بيتكوين، بيدعم بيرفكت ماني، بيدعم البنوك لو انت عايز تحول على البنك بتاعك، فودافون كاش، وستر يونيون، بيدعم كل حاجة. يعني عندك برضو الجزائر، عندك كل البنوك، كل المصادر، اتصالات، فودافون كاش، كل مصادر بتقدر تحول من خلالها، ودي حاجة جميلة جدا في الموقع ده. السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعة؟ فيديو ان شاء الله هيفيد ناس كتير. موقع مهم جدا، مش محتاج منك خبرة ولا محتاج ان انت تكون بتعرف تعمل اي حاجة، كل عليك بس انت تتفرج على كام اعلان. طبعا الفيديو يا جماعة للمبتدئين واللي هم بيطمحوا ان هم يوصلوا مثلا لدولار، دولارين، ثلاثة، ممكن يدفعوا مثلا بحاجة على الانترنت، يشتروا بحاجة. يعني المبلغ بتاع النهاردة ان شاء الله يكون مبلغ كويس، بس على حسب شغلك. مش بقولك مثلا ان انت هتربح 1000 2000 والكلام ده كله، لا، هيكون مبلغ قليل بس هيفيدك في حاجات كتير، وطبعا على قد شغلك. الفيديو النهاردة ان شاء الله هيكون جميل، وطبعا موقع سهل جدا انك تشتغل عليه، ومش محتاج منك خبرة ولا محتاج منك اي حاجة، وكله ان شاء الله هتعرف تتعلمه ازاي النهاردة معانا. بس يا ريت في الاول قبل ما نبدأ يا ريت اللايك بتاعك اللي بيشجعنا، وكمان انفعل الجرس لو انت مهتم بكل الفيديوهات. انتظرونا. ده اسم البرنامج، اسمه ديف بوكس. طبعا برنامج مشهور ومعروف ان الناس كتير بتبحث عن طريق الربح من خلاله. هتلاقي كذا لغة لو انت عايز العربي، الانجليزي، فرنساوي، اسباني، بتختار طبعا لغة عربية عشان يكون اسهل ليك. بعد كده بنيجي ندوس هنا عشان نعمل تسجيل، عشان تبدأ طبعا تسجل بياناتك. طريقة التسجيل سهلة مفيهاش اي مشاكل. هتحط طبعا اسمك بالكامل هنا باللغة الانجليزية، وهتحط الناحية التانية الاسم بتاع المستخدم لو عايز تسميه بقى اي اسم، والايميل بتاعك، وتكرره وتأكده، وتحط الباسورد بتاع الايميل وتكرره برضو، وبعد كده تحط الحروف دي تكتبها هنا وتقول له موافق على شروط الخدمة وتسجل. دي كده كل الحكاية. بيقولك طبعا للتفعيل احنا بعتنا لك على الايميل بتاعك رسالة، لازم تدخل وتعمل تحقق عشان تكون سجلت وتنشط الايميل بتاعك. هترجع تاني تدخل على الايميل بتاعك وهتنشط الايميل، هيروح جايبك على طول على الموقع، وطبعا هتلاقي اليوزر بتاعك والاكتيفيشن كود اللي هو هيكون بعته لك هناك على الايميل، وتعمل اكتيف. كده انت هتكون سجلت في الموقع بكل بساطة. يبقى احنا كده سجلنا في الموقع من غير اي مشاكل. ممكن يطلب منك بقى الاسم بتاعك والباسورد، وتيجي تدخل الحروف دي عشان تبدأ تدخل تاني في الموقع. بيقولك انت بتبدأ تدخل دلوقتي في الموقع. وهنا بقى يا جماعة خدوا بالكم، هو حاطط لك رابط الاحالة بتاعك في الوش، وده الرابط اللي انت بتبعته لاصحابك علشان يدخلوا من خلاله، هما بيكسبوا وانت بتكسب. يعني هتكون سايب لك برضه رابط بتاعي في صندوق الوصف عشان تدخل من خلاله، انت بتكسب وبيديك ارباح برضه. يعني مش انا اللي هكسب، انت لما تدخل من خلاله هيدخلك على طول على الموقع ده، وطبعا هتسجل على طول، وطبعا هيديك فلوس مباشره. تمام، هو اسمه رابط الاحاله. وانت برضه تعمل نفس الكلام، لما تيجي تسجل هتلاقي في الوش كده رابط الاحاله الخاص بك. الرابط ده هتاخده تبعته بقى لاصحابك، تبعته بقى في الجروبات بتاعت الفيسبوك، تكتب مثلا لربح دولارات، اي حاجه انت عايزها تكتب. لو عايز، لو بتفكر في الربح عن طريق الانترنت، ادخل للتسجيل في الموقع ده. على حسب بقى ما انت عايز، يعني بتدخل وتبعته لكل الناس على الواتساب، الكلام ده كله. تمام، طبعا الصفحة الرئيسية بتلاقي فيها بقى الاسم بتاعك، وتلاقي فيها المبلغ اللي انت كاسبه في الموقع، وطبعا النتيجة اللي هي بتاعة اليوم. بتنزل تحت بتلاقي الارباح اللي عندك اللي انت ربحتها مثلا في الموقع النهاردة، بكرة، على حسب، وعمليات السحب اللي انت سحبتها، والرصيد الموجود، وعدد النقاط اللي هي عندك في الموقع. ولو انت عندك فلوس معينة عايز تسحبها هتلاقي من كلمة السحب، هتلاقيها على اليمين هنا. هتدخل، هو بيقولك طبعا لسه ما عندكش اي فلوس. الموقع ده يا جماعة بيدعم بقى الميزة اللي فيه، بيدعم بيبال، بيتكوين،
كوين، بيدعم بيرفكت ماني، بيدعم البنوك لو انت عايز تحول على البنك بتاعك، فودافون كاش، وستر يونيون، بيدعم كل حاجة. يعني عندك برضو الجزائر، عندك كل البنوك، كل المصادر، اتصالات، فودافون كاش، كل المصادر بتقدر تحول من خلالها، ودي حاجة جميلة جدا في الموقع ده. بيدعم باير، كل البنوك اللي انت ممكن تسحب من خلالها، وبيدعم البيبال. طيب خلينا نرجع تاني كده. شوفوا يا جماعة اجمالي المدفوعات قد ايه، يعني 177,000 اجمالي المدفوعات في الموقع دولار، وعدد المسجلين وعدد الناس اللي بياخدوا فلوس، دي كلها اثباتات الربح واثباتات الدفع في الموقع. في عندك طبعا من مشاهدة الاعلانات ممكن تربح، ممكن عن طريق لينك الاحالة، دول الطرق اللي انت بتربح من خلالهم. طيب انا ابدأ ازاي بقى اشاهد اعلانات؟ هتدخل على كلمة ربح الاموال وبعدين مشاهدة الاعلانات، او بتدخل عليها هتلاقي جاب لك صفحة للاعلانات، بتدخل بقى وتتفرج على اي اعلان انت عايز تتفرج عليه. زي ما انت شايفين اعلانات كتير، كل اعلان بتدخل عليه، او ممكن بقى تدخل ربح الاموال بعدين عروض الجدران، دي كلها برضو طرق من الاعلانات انت بتتفرج عليها. بتدخل وكل اعلان مكتوب عدد السنتات اللي انت بتربحها. ممكن واحد يجي يقول لي مثلا ده السنتات قليله مثلا، مش عارف ايه الحاجات دي. يا جماعه المبتدئين اللي هو مثلا عايز يدفع مثلا دولار عن طريق انترنت في حاجه، عايز يشتري دومين، عايز مثلا يشتري موقع معين، بتجمع بعض السنتات، يعني بتجمع بعض السنتات وبعدين بتجمع الدولارات، وكفايه ان هو بيدعم لك كل البنوك. مثلا بتحول على رصيد بنكي، بتحول على رصيد موبايل، بتستلم مثلا وستر يونيون لو انت اشتغلت كتير. زي ما انت شايفين دي كلها تاسكات، يعني دي كلها تاسكات انت ممكن تعملها، وتدخل بتشوف طبعا المبلغ بتاعها، وتدخل على المواقع دي بيحول لك المبلغ على طول على الموقع تاني. دي كلها اماكن بتبدأ تدخل انت عليها علشان تلاقي الخدمات بتاعتها. وزي ما انت شايفين ده اثبات الربح بتاع الناس، الناس كلها عاملة ارباح كتير. الناس دي يا جماعة بتبقى قاعدة ما فيهاش مشاكل لو انت قعدت شوية ساعة ساعتين كل يوم، ومن خلال قعدتك طبعا كل ما قعدت كتير كل ما جبت فلوس كتير. تمام. وفي عندك كمان اعلانات الفيديوهات، بتدخل عليها بتلاقي الاعلان برضو بتقعد وتتفرج عليه، بس لازم طبعا تكمله، احنا طبعا مش هينفع ان احنا نتفرج عليه كله، فهو طبعا بيحسب لك عدد الدقايق اللي انت بتحسبها اللي انت بتتفرج عليها، وبعدين بيضيف لك المبلغ بتاعك هتلاقيه بره في الصفحة الرئيسية. ودي كمان مكان برضو بتدخل عليه، زي ما انت شايفين حاسب لك 25 سنت، نص دولار، على حسب بقى الاعلان انت بتتفرج عليه. وفي الاخر بيضيف لك الرصيد بتاعك في الصفحة الرئيسية زي ما انت شايف، يعني الموضوع ما فيهوش اي مشاكل. وبتيجي تنزل تحت تلاقي الاحالات برضو اللي انت الناس بتيجي من خلالك برضو بيجيبوا لك فلوس اكتر، يعني الموضوع مش معتمد بس على الاعلانات انت تتفرج عليها. وده كان الموقع بتاع النهاردة، موقع جميل بيدعم حاجات كتير، وانت بتقعد بقى تتفرج على الحاجات الموجودة فيه، وما بتاخدش منك وقت ولا بتاخد منك اي حاجة ولا حتى مجهود، وبيجيب لك برضو فلوس في الاخر وطرق التحويل بتاعت الفلوس احنا شرحناها. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، وكمان فعل الجرس عشان تفضل متابع معانا كل فيديوهات الربح. السلام عليكم.